في سنة 80 ربنا اداني ولد تاني، لكن منذ ولادة الولد التاني وأنا كنت حاسة مختلف، مش زي أخو الكبير. ابتديت بقى رحلة بحث ومعاناة وافتكرت أنه مريض محتاج لدواء، محتاج لحاجة. قعدت في دوامة طويلة قوي قوي لغاية لما في الآخر قررت أن أخد ابني وأسافر بيه في الخارج. طبعا لما أخدت الأبوينتمنت هناك وفحصوا ماجد، واتفاجئت أنه بيقول لي أن ماجد مش هيشوف، الحواس فيها مشكلة، هو محتاج تدريبات خاصة، هو هيبقى معاق، عامليه زي قطة، عامليه زي كلب، حبيه. طبعا أنا صدمت، قعدت في جلسة عتاب مع ربنا، يا رب أنت اديتني الطفل ده ليه؟ يا رب ليه اديتني وظيفة حلوة أي فتاة جامعية بتتمناها وأضطر أسيبها بسبب الولد ده؟ ساعتها كنت بقرأ في الكتاب أن عمر ما ربنا بيدي تجربة غير ودايما بيعطي معها المنفذ. وفعلا لسه زي ما تكون السماء كانت مفتوحة كده وربنا سمعني، وببص على ماجد لأن كنت سايباه على الأرض ولعب أخوه كانت منطورة في الأوضة، لقيت ماجد في رعشة في جسمه. أنا ما صدقتش إيه الرعشة اللي جت في جسمه بعد ما كان ما بيتحركش خالص. طبعا كانت فرحتي لا توصف، في بداية أمل وبداية نظرة فيها تفاؤل بعد الإحباط واليأس والألم اللي كنت مريت بيه. في سنة 2000 كنت في مؤتمر في الخارج، وفي المؤتمر ده يعني زي ما يكون ربنا عايز يقول لي قعدتي 20 سنة تسأليني أنا اديتك ماجد ليه؟ فحسيت إن بصوت واضح جدا جدا أنا اديتك ماجد، ومريتك بكل المشاكل اللي بيمر بيها طفل معاق عشان تأسسي مكان وتسميه أمل من كتر الألم اللي انت شفتيه في حياتك.